يا يهود
فيك يا شهيد بالروح بالدم نبكيك يا شهيد بالروح بالدم نبكيك يا شهيد بالروح بالدم كتفان سلاح سلام الشهيد وقف يا شيخ محفوظ وقف خلينا نمشي تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون والقائل أيضا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. جئنا اليوم إلى هذه البلدة الصامدة باسم سيادة الرئيس وباسم كافة مؤسسات محافظة الكرم الرسمية والمدنية الأمنية منها والمدنية لنقدم التعازي ونشارك أهلنا في هذه البلدة الصامدة في تشييع شهيد هذا الوطن شهيد بلدة علار الشهيد حاتم شديد الذي راح ضحية جريمة النكراء من قبل قوات الاحتلال. هذه الجريمة التي أدناها وندينها ونستنكرها قيادة وشعبا ونحن نعرف أن هذا هدف هذا الاحتلال هو ترويع شعبنا وإرهابه.
بدنيه على المضي قدما في تحقيق أهدافه السامية ولتشريده عن وطنه. ولكننا نقول للاحتلال وللعالم أجمع أننا صامدون في هذا الوطن، مرابطون فيه كشجر الزيتون، صامدون هنا إن شاء الله على العهد الشهداء، مستمرون في تحقيق أمانينا وأهدافنا السامية. نتمنى الرحمة للشهيد وأهله وذويه صبر وسلوان. وأكره لحضراتكم برقية السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. الأخوة آل شديد الكرام، أهالينا في بلدة علار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بألم وحزن كبيرين تلقينا نبأ استشهاد الابن البار بوطنه وشعبه المناضل حاتم مصطفى شديد، اثر اغتياله من قبل عصابات جيش الاحتلال البغيض، فارتقت روحه الطاهره علي الى علياء المجد. اننا نعبر عن ادانتنا واستنكارنا لهذه الجريمه البشعه التي تاتي في اطار سلسله الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد شعبنا الاعزل بهدف ارهابه، معربين عن ثقتنا بان شعبنا سيواصل صموده وثباته في ارضه ووطنه وتمسكه بحقوقه وكفاحه حتى إقامة دولتنا المستقلة وعاصمة القدس الشريف. معربين لكم جميعا ولأسرة الشهيد الكريمة عن تعازينا الحارة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهمكم جميعا الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. يقول الله تعالى في محكم تنزيله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا في فلسطين مرابطين. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا في بيت الأقدس، بيت الأقصى، بيت المقدس مرابطين. نعم أيها الإخوة، نحن مرابطون في بيوتنا، في منازلنا، في مزارعنا، في متاجرنا، في طرقاتنا. نعم، لقد اغتيل ابننا وابن بلدتنا البار، ابن بلدتنا البار حاتم شديد، وهو يسير على عمله ليجري بكوت أولاده، فاغتالته يد الغدر، يد القتلة والمجرمون. وإننا في بلدة علار عامة وفي عائلة شديد خاصة ننعى ابننا البار ونحتسبه عند الله شهيدا، ونطلب من كل المؤسسات الدولية أن تحقق في هذه الجريمة النكراء وعلى رأسهم السلطة الوطنية الفلسطينية. ومن هنا نبعث برسالة إلى هذا الاحتلال البغيض أننا على هذه الأرض صامدون في مزارعنا. نعم، افعلوا ما شئتم، اقتلوا ما شئتم، فنحن في هذه الأرض مأجورون إن شاء الله. رأسهم فخامة السيد الرئيس أبو مازن وكل القوى الوطنية والإسلامية، وعلى رأسهم الأخ جمال سعيد محافظ محافظة طولكرم. ولا يسعنا إلا نشكر الأخوة في الأجهزة الأمنية، ممثلين بقائد المنطقة العميد أبو محمد رأينا نحن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. نعم، الشهداء هم الأحياء، الشهداء هم الحياة كلها، الشهداء هم من صنعوا من الموت أناشيد الحياة، الشهداء هم النصر، كل النصر لفلسطين وترابها. أيها الساكن فينا يا حاتم، انتقل من دارنا هذه
فالكلمات تعجز عن رثائك يا حاتم، فأنت هناك في عليين مع الشهداء والصديقين والأبرار. يا سيد الكبرياء يا حاتم، يا سيد الكبرياء في زمن الصمت، أيها الصاعد هناك، أيها الصاعد هناك إلى حياة الانعطاق عند مليك مقتدر، أيها التارك هذه، أيها التارك هذه الحياة الزائلة لتخلد هناك مع الشهداء والصديقين والأبرار. لقد كنت شامخا يا حاتم، ترجلت من سيارتك شامخا وأبيت أن تنحني أمامهم، أبيت أن تنحني إلا لله. كانت مشكلتهم معك أنك وقفت كشجرة البلوط على هذه الأرض، فرشكوك وأعدموك برصاصهم، أعدموك برصاصهم الحاقد وبدم بارد تعجز عنه حتى الخنازير. فكل الاحترام لك يا حاتم، وكل الرحمة لك يا حاتم، فهذا الدم الرائع الذي سال منك هناك ليلتقي مع دماء أطفال غزة هناك، هذا الدم الفلسطيني الذي يعبى هذا الاحتلال البغيض إلا أن يقتله ويسيله على هذه الأرض فقط لأننا فلسطينيون. إننا وباسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فات، وباسم فصائل العمل الوطني جميعا، إذ نعزي وبكل آيات الفخر والاعتزاز شهيدا بطلا سبقه العشرات من شهداء هذه القرية، إذ نقف اليوم كلنا في محافظة الكرم وفي علار تحديدا مشيعين لهذا البطل المبتهم الذي روى بدمه الأرض الطاهرة، أرضنا الحبيبة. لنقول لكم يا آل شديد ويا أهل النار جميعا، افخروا افخروا افخروا، لأن هناك أول شهيد في عيلبون، لأن هناك أول شهيد في 67، لأن هناك أول شهيد في حصار بيروت، لأن هناك أول شهيد في الانتفاضة الأولى، لأن هناك أول شهيد في انتفاضة الأقصى. واليوم افخروا جميعا يا أهل الشهيد ويا أبنائه أن حاتم مصطفى شديد هو أول شهيد على أرض الدولة الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال سبحانه: واقتلوهم حيث ثقفتم.